انا مش فاهمة ازاي لسه في ناس بتشتريها باسعارها الرهيبة دي. النهاردة انا مش هسيبك غير لما تعمليها في كوباية سمسم، هنعمل كمية كبيرة بربع سعرها، كمان طعمها اجمل بكتير من اللي بتتباع في المحلات. هقولك كل الاسرار اللي هطلعها معاكي، ناعمة وقوامها زي ما انتوا شايفين كده، مش محتاج اي كلام. كمان هقولك ازاي تخلي الزيت ما يفصلش منها للناس اللي بيشتكوا من الموضوع ده. الفيديو بتاعنا النهاردة خلاصة تجارب كتير جدا جدا مع الطحينة. قبل ما نبتدي وصفتنا ما تنسوش بس تشجعوني بلايك وشير للفيديو. هي دي كل المكونات البسيطة اللي احنا هنستخدمها النهاردة. كوباية سمسم ابيض، يعني سمسم ني مش متحمص، وتأكدوا من نظافته قبل ما تستخدموه. كمان هنحتاج لكوباية من الدقيق، يعني كوباية سمسم وكوباية دقيق، ونص كوباية من الفول السوداني المتحمص ربع تحميصة. يعني فول السوداني ده فول حلويات، لما تشتريه من المحمصة قولي له انا عايزة فول سوداني متحمص ربع تحميصة، يعني فول حلويات. وكمان كوباية الا تلت من الزيت. لو حابين تضاعفوا كمية الطحينة اللي هنعملها النهاردة هتضاعفوا كل المكونات دي، يعني هيبقى كوبايتين سمسم، كوبايتين دقيق، كوباية فول سوداني، وكوباية وربع بس من الزيت. هنركن دلوقتي كوباية الزيت على جنب، وبعدين هنجيب طاسة وهنحط فيها كل المكونات دي. احنا في الاول كنا بنطحن كل حاجة لوحدها فكانت يعني بتغلبنا، دلوقتي احنا وصلنا لطريقة سهلة جدا. هنخلط المكونات دي مع بعض كده، وبعدين هناخدهم كده ونرفعهم على النار، وهنفضل نقلب فيهم على النار كده يعني حوالي دقيقتين. طول ما هم على النار مش هنبطل تقليب. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنسخنهم علشان كده ان نطرد الرطوبة اللي فيهم، فلما بتطردوا الرطوبة من الحاجات دي فترة صلاحيتها بتطول معاكي. يعني الطحينة علشان احنا سخنا الحاجات دي، يعني مجرد حاجة بسيطة جدا هتخلي الطحينة تفضل معاكي فترة طويلة. بنمسك المكونات دي في ايدينا، اول ما نحس ان هي خلاص سخنت في ايدك كده خلاص بنشيلها من على النار. هنستنى عليها بره كده لغايه ما تهدى خالص، مش هنطحنها وهي سخنه. هنستخدم النهارده في الطحن الكبه، ودي اسهل حاجه ممكن تستخدموها، اسهل بكتير من المطحنه بتاعه التوابل اللي كانت بتغلبنا زمان. علشان كده احنا حطينا كل المكونات دي مع بعض علشان يسهلوا عمليه الطحن. لما بتطحني السمسم لوحده بيطلع زيوت كده وبيكتل وبيتعبنا بصراحه، فالطريقه دي اسرع طريقه واسهل طريقه. بنفضل كده نضربهم مشغلين عليهم يعني الكبه لغايه ما يبقوا ناعمين خالص، احنا عايزينهم يبقوا شبه البودره كده. طولوا بالكم لغايه ما توصلوا للقوام ده اللي هو مش هيبقى فيه اي اثر للسمسم. انا قسمتهم نصين، ما حطيتهمش كلهم مره واحده علشان يطحنوا معايا كويس. دول باقي الكمية اللي احنا كنا خلطينها مع بعض اللي هو خليط الطحينة، برضو ضربتهم في الكبة كويس جدا. كل ما بنضربهم طبعا بيسخنوا فبيطلعوا زيوت فبيكتلوا كده، فما فيش مشاكل. اهم حاجة لما نمسكهم كده ما يكونش فيه اثر للسمسم نهائي فيهم. بعد ما هضربهم خلصنا كل الكمية كده، خلاص احنا ناعمناها خالص، بقت ناعمة خالص. حطيت الاتنين يعني اللي ضربتهم الاول ودول، حطيتهم مع بعض وضربتهم تاني كده، شغلت عليهم الكبة علشان اتأكد ان هم ناعمين جدا جدا، لان اهم حاجة في الطحينة ان هي تكون ناعمة بالقوام ده. كل ما كانت الكبة صغيرة زي الكبة بتاعتي الصغننة دي على فكرة هتبقى بالمنظر ده معاكي. دلوقتي انا هعمل معاكم في شوية خليط تاني، انا عملت نفس المقدار ده في الكبة التانية الكبيرة علشان عارفة ان انتوا ممكن تحتاروا. بصوا من كتر ما انا بضرب فيها يعني الزيوت كلها طلعت، فطلعت بالشكل ده. بصوا دلوقتي الخطوة التانية بعد ما طحنا كل المكونات علشان الزيت ما يفصلش منك، هتعملي الخطوة دي. حطيت الكوباية اللي تلت من الزيت في الكبة وضربتها كده يعني مسافة دقيقتين، يعني طولوا بالكو. بصوا لغاية ما القوام تحسوا ان هو بقى فاتح شوية كده، يعني القوام تغير يعني عن شكل الزيت لما كان في الاول. هحط عليهم الخليط بتاع السمسم والفول والدقيق اللي انا طحنته، وهضيف عليهم نص ملعقة صغيرة من الملح ونص ملعقة صغيرة من السكر البودرة، ما تحطوش السكر الحبيبات علشان مش هيتطحن معاكم بسهولة. هضربهم كويس جدا مع بعض يعني، واطحنوهم كويس وطولوا بالكم علشان الحاجات تندمج كويس كده مع بعضها وما تفصلش برضو منك. جبت برطمان ازاز مغسول ومتنشف تماما، لازم يكون ناشف خالص علشان برضو لو في مية ده هيخليه بوظ، يعني فترة صلاحيته هتبقى قليلة معاك.
انا عملت مقدار تاني نفس الكمية عملتها في الكبة الكبيرة، علشان انا عارفة ان انتوا ممكن تحتاروا وتفتكروا ان ما ينفعش نطحنهم غير في الكبة الصغيرة. لا، اي كبة حلوة عندك بتطحن كويس هتستخدميها. بعد ما طحنتهم وكملت نفس الخطوات علشان ما اطولش عليكم، طبعا هي هي نفس الكمية ونفس الخطوات. بقى معايا برطمان تاني، يعني البرطمان الواحد من دول بالمكونات اللي احنا عملناها مع بعض. انا هوريكم القوام قد ايه هو ناعم، شايفين؟ يعني مش هتفرقوا اساسا عن اللي احنا بنشتريه، بالعكس ده ريحته اجمل والطف. ده البرطمان التاني برضو زي الفل. اهم خطوتين اللي انا قلت لكم عليهم، لازم تطحنوا السمسم كويس جدا وتضربوا الزيت كويس عشان ما يفصلش. هعمل معاكم اختبار الطحينة، جبت طبق وحط خدت فيه ملعقتين بس من الطحينة، وضفت عليهم فصين ثوم مطحونين اي مفرومين يعني، وشوية خل وشوية ملح. انا ما حطيتش كمون علشان انا حابة ان انتوا تشوفوا لون الطحينة الاصلي قد ايه هو فاتح وجميل. ضفت شوية مية دلوقتي بعد ما قلبت الخل والطحينة، وهنخف الطحينة كده بالمية لغاية ما نوصل القوام اللي احنا حابينه. بصوا بقى الملعقتين بس من الطحينة عملوا لي القوام عامل ازاي، وشايفين اللون يفتح ازاي لما حطينا له الخل والمية. وطعمها مهما وصفت لكم بصراحة مش هوفيها حقها، أجمل مليون مرة من اللي احنا بنشتريها. الطريقة دي خلاصة تجارب كتير كانت ليا مع الطحينة، جربتها بكل الطرق اللي ممكن تتخيلوها لغاية ما بصراحة يعني من سنين خلاص أنا يعني اعتمدتها وما بغيرهاش، وأنا نزلتها لكم أكتر من مرة بنفس الطريقة ونفس الخطوات. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وأفادتكم، وما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو، وبكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ نهاية فاروق. بحبكم جدا جدا.